في زيارة الرئيس السيسي الأخيرة للسودان اتكلموا عن قطارات وسكك حديد بتربط ما بين القاهرة والخرطوم يعني بشكل بين مباشر. اسكندرية سيدي جابر والخرطوم. ده فعلا وتم الإعلان عنه في مؤتمر وزراء النقل العرب الأخير اللي كان منعقد في الأكاديمية البحرية في اسكندرية، كنا احنا حاضرينه الأسبوع اللي فات ده. طلع وزير النقل السوداني اتكلم عن، كان قبل زيارة الرئيس السيسي بحوالي يومين ثلاثة، بعد تاني يوم راح وزير النقل ومعاه 9 وزراء السودان عشان استعداد لزيارة الرئيس السيسي ومقابلته مع الرئيس البشير. اتكلم وزير النقل السوداني عن الربط السككي بين مصر وبين السودان، هيعملوا سكة حديد من سيدي جابر اسكندرية لحد الخرطوم. طبعا وزير النقل السوداني كان راجل صريح جدا واتكلم ان السودان البنية التحتية عندها بخصوص السكك الحديدية غير مؤهلة، فهو بيقول احنا الفترة اللي فاتت ولا زالوا مركزين على القضبان، عندهم مش زي القضبان عندنا، احنا عندنا تطور غير دولة السودان الشقيقة. فبيتكلم انهم من الناحية الفنية بدأوا يشوفوا المواصفات وبدأوا يظبطوا الدنيا، واحنا جاهزين كمصر، وراحت القادة السياسية ومضوا هذا البروتوكول بيننا وبين السودان، ويا رب يعني المشروع ده يعني هيبقى مشروع عظيم لفكرة ربط الدول العربية كلها ببعضها. هنبدأ بين مصر والسودان، وده شيء عظيم ويا ريت نشوفه خلال الفترة الجاية.